حياكم الله من جديد. تبدو فكرة 4 أيام عمل ونصف يوم وتأجيل إجازة نهاية الأسبوع ليومي السبت والأحد فكرة مثيرة لكثير من الناس، خاصة وأنها طبقت على أرض الواقع في دول عربية ومسلمة، وهي الفكرة التي ستكون محور نقاشنا اليوم مع ضيفتي الدكتورة عزة سبيعي الكاتبة والأكاديمية. حياك الله معنا دكتورة عزة، شكرا لقبول الدعوة وحضوركم معنا اليوم. العفو، حياكم الله جميعا ومساء الخير على جميع مشاهدي روتانا. الله يحييك وألف شكر على الاستضافة. الله يحييك دكتورة. أنت أحد يمكن المؤيدين اليوم لفكرة تعديل إجازة نهاية الأسبوع واحد، واثنين فكرة العمل 4 أيام، أو فقط مؤيدة لتعديل أيام الإجازة؟ خليني أعطيك شوي مقدمة بسيطة. تفضلي. في الحقيقة أني أنا يعني في خبر عاجل أظن هم وضعوا السؤال، وأنا فقط ما رأيكم في هذا الأمر؟ وأنا من واقع تجربتي الحياتية، من واقع خبرتي، من واقع أيضا قراءاتي العديدة لموضوع مهم في الإسلام، وهو أصول الفقه الإسلامي وتاريخ التشريع. الدين الإسلامي هو دين عمل وليس دين راحة، هو دين يعتبر حتى العمل عبادة، أنت وأنت تعمل تؤجر على ما تفعله. فلما أنا شفت السؤال، عندما رأيت يعني هذا السؤال، تذكرت يعني قواعد كثيرة في الإسلام، قواعد أصولية في الإسلام، والتي تقدم احتياجات الفرد والمجتمع على بعض الأمور أو الآراء الفقهية اللي ما لها يعني أصل في الشريعة الإسلامية أو ليس لها مرجع قالها الله عز وجل أو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي الأمور اللي فيها آراء. لو رجعنا ليوم الجمعة، يوم الجمعة لو رجعنا لعهد الصحابة أو النسخة الأولى من الإسلام، كانوا الصحابة يكرهون ترك العمل في هذا اليوم، ومالك أيضا المذهب المالكي فيه حكم واضح وصريح، وهو كراهة ترك العمل في يوم الجمعة مخافة التشبه بالأديان الأخرى التي تترك العمل في يوم عبادتها، وهم ينطلقون من رؤيتهم للعمل وهي رؤية غير موافقة للإسلام. الإسلام يرى أن العمل نوع من أنواع العبادة، لا يجب أن يوقف شيء، وصلاة الجمعة فقط المحرم العمل فيها من بعد النداء الثاني إلى ما ينتهون من الصلاة، يعني تقريبا 20-25 بنص القرآن 30 يعني ما معروف يعني. نعم. واضح. فقط بعد ذلك يستطيعون الناس يديرون أعمالهم، يعيشون حياتهم، ويختارون ما يناسبهم ويناسب احتياجاتهم واقتصادهم، بدون أن توقف الحياة أو توقف مصالح المجتمع والبلد. هذا يمكن على جانب التأصيل إذا جاز لنا تسميته. نعم. لكن خلينا نتكلم عن يمكن المزايا الاجتماعية اليوم لهالنوع من القرار، المزايا الاقتصادية، كيف راح ينعكس هالقرار اليوم على الجانب الاجتماعي، على الجانب الاقتصادي؟ راح يتقبله المجتمع ام لا؟ هل سيرى هذه المزايا ام لا؟ ودي اقول شيء، يعني صلاة الجمعة، الصلاة نفسها في يوم الجمعة، انا شخصيا يعني من ثقافتي ارى انها والخطبة فيها تمثل فلتر لما يحدث داخل الحي أو المنطقة السكنية أو هذه الأماكن المحددة. يقوم إمام المسجد بدراسة يعني برؤية الظواهر اللي مثلا سيئة داخل المجتمع أو الجيدة، فيبدأ يوم الجمعة يفلتر أو يعمل على أنه يعزز المكارم الأخلاق، ينهى عن، يتحدث في الخطبة عن أن هذه الأخلاقيات ترى انتشرت، ابتعدوا عنها، ساعدوا أمهاتكم، بروا بآبائكم، يعني كأن يعزز الأخلاق الحسنة ويبعد عن الأمور السيئة. فرصة تعلم للمجتمع اللي داخل الحي اللي حول المسجد كل جمعة، أن يتم يعني إعادة يعني تثقيفه من النواحي الإسلامية. هذه فائدة. لا، أنا كنت أسألك عن المزايا الاجتماعية والاقتصادية اليوم لتغيير الإجازة. أني جايتك بالكلام. طبعا
هذا معناه أن صلاة الجمعة وخطبة الجمعة لها فائدة عظيمة على المجتمع الإسلامي، فائدة كبيرة جدا جدا للفرد. كلنا أنا وأنت نحرص أن عيالنا يحضرون، نحرص أن أعداد كبيرة جدا تحضر صلاة الجمعة، ما يكون في أي مانع لعدم حضورهم. أنا شخصيا أرى، وقولي يؤخذ ويرد، يعني ما هو رأي مجبرين الناس عليه أو مجبر أنت على اتباعه. أنا أرى أنه لما تكون يوم الجمعة دوام نص دوام إلين الساعة 10 أو الساعة 11، ثم بعدها يبدأون الناس يذهبون ينتهون من أعمالهم، والطلاب ينتهون من مدارسهم، ويأتي الأب ويأخذ أولاده معه ويذهب به للمسجد، الجميع مستيقظين، الجميع نشيطين مقبلين على صلاة الجمعة. برأيي واحتمال كبير أن يزيد أعداد من يرتادوا المساجد ويقومون بالصلاة. بالعكس لو كان يوم راحة والناس قبلها بليلة سهرانين، وتجد، وأنا أتكلم عن تجربتي كأم، والكثير من الأمهات أكيد يعرفون هذا الشيء، في صعوبة أن نقومهم للصلاة أو نحثهم عليها، فلكن يوم العمل هو أصلا مستيقظ بنفسه. لكن بعض الآراء الأخرى تقول لك أنه نحتاج برضو إلى إعادة النظر يمكن في 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 الحركة المرورية، وتحديدا في المدن الكبرى، إذا ما أردنا النظر الرياض، جدة، الدمام، هالنوع يمكن من الحركة قد يربك. يعني احنا متعودين الجمعة أن نصحى بعد صلاة الجمعة تلقى الشوارع فاضية، لكن هالشيء بيعيد برمجة الناس ويعيد برمجة حتى الشوارع بشكل كبير، بيضع ايضا ضغط حتى على الخدمات بشكل اخر. هذه ممكن، هذه امور ممكن دراستها وايجاد حلول لها، ويعني مشاهده التحديات والايجابيات من هذا العمل والتحديات منها ويتم معالجتها. في رايي انا شفت تجربه الامارات، ولدي الكثير من الزميلات يعملون هناك. في الامارات الاداره نفسها احيانا يعملون يوم الجمعه نصفهم عن بعد والنصف الاخر يداوم. اليوم حتى المدارس عندنا ما شاء الله تبارك الله نستطيع أن نقدم الدراسة أونلاين يوم الجمعة نصف دوام. أنت تروحين مع خيار أي ممكن عمل الدراسة عن بعد مثلا اليوم أو أي، أعطيك مثال، يعني أعطيك مثال عليها، يعني أنه ممكن أن إحنا إذا كان عندنا مشاكل ممكن نجد لها حلول. عموما هذه يعني دراسة تحتاج لنقاش أكبر وأوسع، بس أنا أقول لك تجربة الإمارات. يعني هذا في متعلق يمكن بأيام الأسبوع، لكن ماذا عن 4 أيام عمل؟ هل أنت مع هذا القرار أيضا؟ والله أنا من الناس اللي يرون أن المسألة ترجع للإنجاز، إذا الموظف منجز فليش أنا أجبره أنه يداوم عدد كبير من الساعات، وفي الأخير أنا أصرفه عن أمور أهم. هو عضو في المجتمع، يعني ترى صلته للأرحام وذهابه وزيارة أهله وأقاربه أو أعماله التطوعية كلها تخدم المجتمع مثل الوظيفة. إذا كان منجز، إذا كان اللي أنا بعطيه 8 ساعات عشان ينجز شيء هو يقدر ينجزه في 3 ساعات، يلا أنجز والله يستر عليك. يعني هذا رأيي كشخص، يعني أهم شيء الإنجاز. في دول كثيرة طبقت الـ4 أيام، منها اليابان ومنها الإمارات كما تفضلتي، لكن التجربة اللي قاموا فيها حتى الآن أنت برأيك كانت ناجحة حتى الآن؟ آتت أكلها وثمارها، رفعت من الإنتاجية فعليا؟ أنت قبل شوي يمكن قلت أنه يوم الجمعة مهم بيوم يعني يقودنا المدعاة والسكينة خصوصا، صحيح، أو الكسل، ما أبغى أقول السكينة، صحيح، لكن هل هذا الشيء أيضا ينطبق حتى على أيام العمل؟ أيام العمل العادية يعني؟ والله شوف أنا قلت لك من قبل، يعني ترى ممكن الواحد يداوم 10 أيام ولا ينجز شيء، وممكن واحد يداوم يومين ويستطيع أن ينجز في عمله. لكن أقول لك إذا كانت في مصالح اقتصادية واحتياجية كبيرة، ترى الشرع ما يخالفها. ترى الأصل أن يكره أن يؤجز الإنسان أو يجعل الجمعة يوم راحة، الأصل في الشريعة الإسلامية. أنا بقول لك إياها عن دراسة، وهذه كراهة الصحابة. لكن مسألة 4 أيام 5 أيام أعتقد على حسب الوظيفة. لكن بجانب آخر في وجهة نظر أخرى، يعني وتنطلق أيضا يمكن من مبادئ فقهية ومبدأ التشبه بعد، أنه ليش أنا عندي قيمي وعندي أيامي الخاصة فيني، ليش أضطر أن يروح مع خيار
أتشبه بـ 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 بالغرب على سبيل المثال فيما يتعلق بأيام السبت والأحد. ليش ما أبقي على أيام الخاصة فيه؟ لأنها تمثل قيمي. هذا رأي آخر. شوف في الإسلام إذا الشيء الأمر له دخل بالعبادة ترى التشبه يكون أشد حرمة، لكن في النواحي الاقتصادية لا، ما لها أنا أنقل وجهة النظر الآخر. ما يرى الإسلام فيها أن يعني ممكن أن أتشبه بالناس اللي يبنون ناطحات سحابة وكذا، هذا شيء خير وجميل، لكن لما تقترب أنت من العبادة وتعتبر يوم العبادة يوم راحة لك، هذا كأنك استنسخت عبادة ناس آخرين. لكن في النواحي الاقتصادية الاجتماعية التحضر التطور هذا كله مقبول في الإسلام، بالعكس يعني الحكمة ضالة المؤمن، يعني هذه جزء من الآثار الإسلامية أن الحكمة ضالة المؤمن، وين ما لقاها أخذها. كنت تتكلمين قبل شوي عن إنتاجية وأنك مع خيار الأربع أيام إذا كان فيها إنتاجية عالية، لكن كثير من الدول اللي طبقت هذا الأمر رفعت ساعات العمل في اليوم الواحد لتغطية يمكن النقص اللي حصل نتيجة اليوم هذا. تعتقدين أنه راح يكون في قبول اجتماعي لهذا الموضوع لو رفعنا ساعات العمل أكثر من 8 ساعات في اليوم إذا خفضناها لأربع أيام؟ والله أنا أعتقد أنها تحتاج إلى دراسة وأخذ رأي على مستوى كبير، يعني للموظفين حسب أنواعهم وتصنيفاتهم، عندك أطباء، عندك مهندسين، عندك معلمين، يؤخذ رأيهم في كل هذه المسائل، وإذا وجد أنها بالعكس مقبلين على هذا الأمر، خاصة لما يكون عندك 3 أيام إجازة أنت تقدر تسوي فيها أشياء كثيرة، يعني تقدر تتدرب على أعمال معينة تساعدك في تنظيم بيتك مثل أعمال السباكة والنجارة وغيرها. ممكن أنك تأخذ ويكند وترتاح، ممكن أنك تخلص تنجز تزور أقاربك، تقوم مع أعمال هي أصلا ترد على مصالح المجتمع، يعني ما أعمال تطوعية، أعمال يعني تعطي، تراه والإنسان حتى لو خذ 3 أيام هو ما راح يجلس، حيتم تشجيعه على أنه يتحرك ويعمل ويفيد المجتمع بطريقة أخرى. كيف يتم تشجيعي؟ إذا ردنا خلينا نقول الاستفادة اليوم يمكن من هالطاقات اللي موجودة في أيام الأسبوع، في مجتمعات أخرى، في أندية اجتماعية، في أنشطة، في مؤسسات مجتمع مدني يتحرك فيها الجميع. إحنا ما نبغى 3 أيام ونطلع مقال وكشتات لا وش فيها الكشتات لا زينه ما قلنا شيء بالعكس صح نتكلم عن الجانب الصحي زينه تترجع تعرف تقربك من اصدقائك الانسان يعني يعني روح النفوس ساعه بعد ساعه ترى هذا اصل في الاسلام ترى احنا يعني بعدنا عن النسخه الاصليه للاسلام ترى النسخه الاسلام وش يعني النسخه النسخه الحقيقيه ان الانسان مفيد للجميع يسعد نفسه ويحترم نفسه في خطوط وحدود واضحه ومحرمات واضحة. شفت الأعرابي اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذا أنا شهدت لا إله إلا الله وصليت وحجيت وأديت واجب الزكاة وعملت كل هذه أدخل الجنة؟ قال له نعم. هذه هي النسخة الأصلية، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، لكن عمليات الترويح بالعكس يشجع عليها الإسلام. لا أنا ما نعارض إحنا عملية الترويح، وبالعكس هي جزء يعني من طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان يعني وجزء من حياته. صحيح. ما في شك، لكن إحنا اليوم نتكلم إنه اليوم كيف إحنا ممكن نستغل هذه الساعات الطويلة. وضربت لك يمكن أمثلة في كثير يمكن من الدول، وأنت ضربتي جزء منها. كيف نقدر نحفز الناس اليوم من خلال الإجازات هذه أنها تنخرط في مثل هالنوع من الأنشطة؟ ويمكن يكون لها جانب فيه شغف، يمكن يكون في جانب لها أثر على الحي وعلى المدينة وعلى الأفراد. أعتقد من تغيير ثقافة المجتمع، ثقافة العمل. يعني أنت لما تكون في دولة غربية مثلا ما راح تجيب لك أحد يصلح لك المكيف أو يصلح لك أي شيء. ليش؟ لأنها غالية أسعارهم مرة جدا غالية. صح. فتضطر أنك أنت تشتغل تتعلمها وتشتغل تروح للبلدية في المنطقة، وأنا عشت برا 7 سنوات. تروح للبلدية يعطونك تدريبات كيف أنك تسوي الشيء بنفسك، ويعطونك دورات تدريبية، أندية الحي، مكتبة الحي تعطيك دورات تدريبية تسوي أشياءك بنفسك. فإحنا العالم كله يواجه يعني موجة غلاء كبيرة، فهذه ترى تصنع الإنسان وتخليه يعتمد على نفسه أكثر. لما أجيب عامل ب200 أو 300 أنا أقدر أسويها بنفسي بأرخص الأسعار. فهذه الأيام الثلاثة قد تشجع الناس على أنهم يزرعون حدائقهم بأنفسهم، يصلحون ما
يعني القديم في بيوتهم، يتمتعون بهواياتهم. طبعا والمؤسسات الدولة تدعم هذه التوجهات عندهم بالتثقيف، بالندوات، بالنشرات، بعقد الدورات، تقريب الأشياء الصعبة. الأحياء نفسها وبلدياتها ومؤسساتها لخدمة المجتمع تقدر تغير ثقافة المجتمع ناحية العمل. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكل هالآراء القيمة دكتورة عزة سبيعي، الكاتبة والأكاديمية، متحدثة عن تأجيل عطلة نهاية الأسبوع. هي أحد المقترحات التي بدأت تتداول اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي بين عدد من أفراد المجتمع. بعد الفاصل لنعود.